الشيخ علاء اتفضل. ما انا هجيبك والكبير بالسن كده بالطول بالطول. طب بالطول مش مستقبل. لا انا طيب الاخ تامر احنا عايزين الاخ تامر شايل دايره النهارده مرضعه. المهم علينا يا تامر جايب حد جايب لكم فضاله يا تامر. انا يا شيخ انا معترض على تصرفاتك معايا يا حبيبي. معترض على تصرفاتك معايا. انا اعتذر عن تصرفاتي السيئه معاك. انت يعني مش عارف. لا يا تامر انت ايه رايك يعني بيقولوا فوضى والناس هتعمل ازمه والبلد محتاجه استقرار وانتوا كده يا مشايخ. انت ايه رايك في الكلام ده؟ هل تحركنا ده طبيعي ومنطقي في ظل التغيرات في البلد؟ بس يلا يا شيخ. هو طبعا انا بعد كده هزيعه في سينما الاطفال ده يا شيخ تامر. مش هزيعه في اليوم هطلعه بعد كده في سينما الاطفال. قول زي ما نقول. هو طبعا طبيعي لعداله القضيه. ايوه وطبيعي جدا لخطورتها يعني اهميتها. ايوه اهميتها ترى مردوده ل جدا. وحاسين ان هي ممكن تروح. ايوه شايفين ان الوقت يعني انسب وقت لرد الخطوط يعني. ايوه والله المستعان والامل في الله عز وجل. فضحتنا قدام مسجد العرب لما يشوفنا واحنا واقفين الوقفه بتاعتك دي يا تامر. بس مش مشكله جزاك الله خيرا يعني. ربنا يجعل ده